السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لي صديق تفصلني عنه الحياة أشهر طويلة، ثم إذا تلاقينا أصبحنا كأننا لم نفترق. هذا الشاب الخلوق يعمل طبيب في مدينة تركية بعيدة عن أنقرة، وهو خاطب من فتاة تركية تعيش في مدينة أنقرة، وكل شهر تقريبا يأتي لزيارتها هنا في أنقرة ويمكث عندي في المنزل. فدائما أمازحه قائلا، يعني تقطع كل هذه المسافات ذهابا وإيابا فقط لتراها يوم؟ يعني شكلها الخطيبة مسيطرة عليك. فيقول مبتسما، هو الحب يا محمد. طبعا أسأل الله عز وجل أن يديم المودة والرحمة بينهما وأن يتمم لهما على خير. وقفت عند هذا الموقف وأبحرت في التفكير، وقلت في نفسي، أيعقل أن المسافات والتعب لا تهم ذلك الشاب فقط ليرى محبوبته؟ أيعقل أن هذا هو الحب؟ نحن سابقا تكلمنا عن الحب من ناحية علمية وطبية، وكيف يتكون الحب في جسم الإنسان، وناقشناه أيضا من ناحية نفسية، ولكن دائما كنت أشعر أن هناك ما ينقص معرفتي عن هذا الموضوع، فهذه الحلقة بإذن الله ستكون متممة لهذا الموضوع. فأحببت أن أدردش معكم اليوم عن موضوع الحب من زاوية مختلفة. يعني من منا لا يحب أن يكون محبوبا أو محبا؟ الحب من أسمى الشعور، صحيح. إذن الحب هو ذلك الشعور الذي يحول إلى فعل إيجابي. مثلا الأم تحب أبنائها، وبالتالي هي على كامل الاستعداد لفعل أي شيء إيجابي في سبيل هذا الحب. أن تستيقظ في عز البرد لتوقظ أبنائها للدراسة مثلا، أن ترعى أطفالها عند المرض، صحيح. الأب أيضا حبه لأسرته يتمثل في استيقاظه باكرا والعمل طوال اليوم والتعب لأجلهم والوقوف لجانبهم وتوجيههم إلى آخره. يعني الحب هو ذلك الشعور الذي يحول إلى فعل إيجابي، فعل وليس قول، وليس سلبي أيضا، لأنه لو حول لفعل سلبي أصبح كره. مثلا تكره فلان فلا تذهب لزيارته، فعل عدم الذهاب وهو فعل سلبي. الآن أريد منك أن تفكر في شخص تحبه، فكر من؟ لنفترض الشخص الذي في بالك الآن. هذا الشخص لو اتصل بك الآن وأراد منك أن تحضر فورا وتساعده، هل تذهب؟ نعم أذهب. إذن أنت تحبه. يعني لو كنت تحب فتاة مثلا خطيبتك، تراك ممسكا هاتفك متلهفا لرسالة منها لسماع صوتها، ربما تقوم بصرف وقت وجهد ومال على مظهرك الخارجي وأفعال إيجابية كثيرة، كلها تصب في سعيك لحبك، صحيح. فإذا سألتك الآن هل تحب أمك، لا تجب بنعم أو لا، فقط اسأل نفسك، هل أنت مستعد لفعل أي شيء إيجابي تطلبه منك؟ نعم مستعد. إذن أنت تحبها. طبعا هذا مثال توضيح أحبتي في الله، وإلا من منا لا يحب أمه؟ اللهم بارك لهم في أعمارهم وصحتهم، اللهم أمين. طيب لو سألتك الآن سؤال غريب نوعا ما، هل تحبني؟ إذا كنت تحبني أريد منك أن تشاهد هذه الحلقة لآخر لحظة، هذا فعل إيجابي إذا قمت به، يعني أنك تحبني في الله، وهذا شيء يسعدني ويشرفني. قل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب نفس عميق واستعد للسؤال القادم، هل تحب الله؟ لا تجب، اسأل نفسك مباشرة، هل تقوم بما يأمرك الله عز وجل به؟ هل تقوم لصلاة الفجر؟ هل تبتعد عن الكذب والغيبة والنميمة؟ هل تغض البصر؟ هل تصلي الصلوات في أوقاتها؟ هل تزكي؟ هل تصوم؟ هل تتقرب له بالنوافل؟ إجابتك هي إجابتك للسؤال هل تحب الله؟ لأن الحب هو ما يتمثل في الفعل كما اتفقنا، صحيح. أعلم أنك الآن ربما استأت أو حزنت أو شعرت أنك مقصر، وهذا ليس هدفي من الموضوع بكل صراحة، وشعورك بالاستياء هو أمر إيجابي صراحة، يعني أنك تحب أن تحب الله. الله عز وجل من أسمائه الحسنى الرحمن الغفور الودود، الله سبحانه وتعالى يغفر لك، الغفران هو تكفير الذنب، وأنت مخطئ مع أن الله عز وجل شديد العقاب ولكنه يغفر لك، تخيل. الله يرحمك، الرحمة هي أن تكون الأقوى ومع ذلك تغفر وتسمع عن الأضعف أي المقصر. الله سبحانه وتعالى هو الودود، الود هو أن تطلب كطلب الفقير من الغني المال فيتودد له، ولله المثل الأعلى، فالود يكون من الأضعف إلى الأقوى. تخيل أن الله عز وجل الجبار يتودد لك وأنت الضعيف، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يتودد لك حبا بك ورحمة منه. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالحب أحبتي في الله يتمثل في هدم الصعاب وصولا لطريق المحبوب. هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن عليك بسنته، ثم إذا فعلت ذلك والتزمت بما أمرك الله عز وجل به حق الالتزام، كنت محبا لله حق الحب. كنت ذلك اليوم أشاهد من شاشة التلفاز إحدى الصلوات في مكة المكرمة، وكنت أرى الناس تبكي في الصلاة، وآخرين خاشعين كأن على رؤوسهم الطير، وآخرين متشبثين بالدعاء والتكرار والإلحاح،
قلت في نفسي والله إن هذا حب في الله ورسوله والمؤمنين، وكيف أنهم اجتمعوا من كل بقاع الأرض وقد أتعبتهم المسافات والسفر، بل وأكثر ما أتعبهم الهموم والذنوب. فما بكى من بكى إلا عندما تذكر أنه بين يدي الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وما خشع من خشع إلا عندما تذكر أنه بين يدي علام الغيوب، وما ألح بالدعاء إلا عندما تذكر أنه بين يدي مستجيب الدعاء. أحبتي في الله، السؤال الذي لطالما سألته لنفسي وأسألكم إياه الآن، ما الذي يمنعنا عن حب الله والرسول حق الحب؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم إذا نظرت في واقع يومك وجدت أن أقل الأعمال جهدا وأعلى أجرا هي الصلاة، صحيح؟ 5 صلوات في اليوم خفيفة مريحة على قلب المسلم، إذا ما التزمت بها شعرت بسعادة غامرة وتحكم في نفسك. ربما أنت الآن تقول في نفسك، يعني يا محمد يعني يكفي نصح، يعني نحن نعلم ما بنا ونعلم ما نحن مقصرين به وسنحاول التغيير للأفضل بإذن الله، فلا داعي لهذا النوع من النصح. أنا أعلم يا أخي أنك تعلم، ولكنني فقط أحاول أن أذكرك بأنك لا تعلم متى ستموت. من إحدى القصص التي سمعتها وأحزنتني وكنت شاهدا عليها نوعا ما، عجوز بلغ من العمر ما بلغ وكان مبتلى بأمراض وعلات كثيرة، ولكنه كان جاحدا مع الله في شبابه وأكثر عناد في شيخوخته. فلما حضره الموت واجتمع من اجتمع حوله من أهله وكلهم قد علموا بجحوده وعناده مع الله، وفي أنفاسه الأخيرة أحضر له شيخ من الحي ليلقنه الشهادة، كان يقول له: قل لا إله إلا الله لعل الله يغفر لك ما عصيت، قل لا إله إلا الله لعل الله يغفرك، قل لا إله إلا الله لعل الله يرحمك. فكان ذلك العجوز أكثر ما يكون عنادا في حياته فرفض، بل وقال مستكبرا متعاليا: لماذا أستغفر الله وهو قد أصابني بما أصابني من فقر ومرض؟ ومات على هذه الكلمات. في العادة أحبتي في الله لا أحب هذا النوع من الترهيب في النصح، أحب أن أذكرك بأن الله هو الرحمن الرحيم، قبل أن أذكرك بأن الله أيضا هو الجبار المتكبر المهيمن العزيز. ولكن لا مانع من ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهنا أعيد السؤال عليك مجددا: هل تحب الله؟ ودمتم في أمان الله.